دار الإفتاء المصرية بمناسبة الهدد بتاع المحمودية والمساجد المحمودية، دار الإفتاء المصرية طلعت أكدت عدم جواز بناء مساجد على أرض زراعية أو أرض ملك الدولة، وأن ده أمر غير جائز وحرام شرعا. أهو دار الإفتاء المصرية تؤكد يعني عدم جواز بناء مسجد على أرض زراعية أو أرض ملك الدولة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير جائز وحرام شرعا. حلو قوي، حلو جدا. بس على فكرة، عشان بس ما تروحش بخيالك بعيد، أنت مش هتناقش دار الإفتاء ده، أنت هتناقشها إزاي؟ لكن خلينا نسأل دار الإفتاء، أي مبنى على الأرض الزراعية حرام وغير جائز شرعا؟ يعني إذا كانت المساجد حرام، أي مبنى تاني بقى حرام شرعا؟ طب إيه رأيك في الكنائس؟ هل بناء كنائس على الأراضي الزراعية وملك الدولة حلال شرعا؟ نسمع كده هذه الفتوى من الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بيقول 80% من كنائسنا مالها؟ نسمع كده. احنا 70-80% من كنائسنا أوراقها مش ملهاش قرارات جمهورية. 70-80% من كنائسنا مبنية على أراضي زراعية، أراضي وضع يد، أراضي ملهاش ملكية، ملهاش عقد أزرق. 70-80% من كنائسنا. فالقانون بيقول إن أي مكان تصلى فيه، أي مكان تصلى فيه، سيتم تقنينه ككنيسة. قانون بناء الكنائس ده الإنسان الحقاني اللي يمسكه، كفاية 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 إنه كل الكنائس اللي بنصلي فيها ال 200 متر واللي 100 متر واللي 1000 متر واللي 2000 متر واللي من غير ورق واللي من غير طلبات، ده أنا في كنيستين في القاهرة بالتليفون بس، أنا فاكر ولا ليها ورق ولا قدمنا ورق كل ده. أنا عايز أسأل فضيلة المفتي، ما قولك فيما زعموا الأنبا يؤنس إن 70-80% من كنايس مقامة على أرض زراعية أو على أرض وضع يد، هل ده حلال ولا حرام؟ ولا هو بس حلال للكنايس حرام على المساجد فقط؟ 70 يا عبد الفتاح، يا عبد الفتاح السيسي، 70-80% من الكنايس مبنية على أراضي زراعية وأراضي ملهاش ورق ووضع يد. معلش يا علي، سمعنا تاني أبونا يؤانس وهو بيقول هذه المعلومة الخطيرة، ونهديها إلى لجنة الإزالة لعل وعسى الناس تعرف. عصي بيطلع عمرو أديب يكذب عليك ويقول لك وبيقولوا المساجد، مساجد إيه اللي هديناها؟ طب ماشي، وبنينا مساجد تانية حلوة قوي وعملنا جميل جدا، طب الكنايس؟ اهو الراجل اهو، العب تاني يا علي صوته صورة. 70-80% من كنايسنا اوراقها مش ملهاش قرارات جمهورية. 70-80% من كنايسنا مبنية على اراضي زراعية، اراضي وضع يد، اراضي ملهاش ملكية، ملهاش عقد ازرق. 70-80% من كنايسنا. فالقانون بيقول ان اي مكان تصلى فيه، اي مكان تصلى فيه، سيتم تقنينه ككنيسة. قانون بناء الكنائس ده الانسان الحقاني اللي يمسكه، كفاية 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 انه كل الكنائس اللي بنصلي فيها ال 200 متر واللي 100 متر واللي 1000 متر واللي 2000 متر واللي من غير ورق واللي من غير طلبات، ده انا في كنيستين في القاهره بالتليفون بس، انا فاكر ولا ليها ورق ولا قدمنا ورق كل ده هيتقنن. هذه رساله الى لجنه الازاله، يا حضرات نحن نطالب بالعداله، يا حضرات نحن نطالب بمساواه التعامل مع المسجد زي الكنيسه. هو الزمن كده دلوقتي؟ زمان كان اخواننا الاقباط يقول لك يا ريت يكون في عداله وعاملونا زي المساجد. دلوقتي احنا بنسال، يا حضرات الصوره دي ابلغ دليل على اللي قاله
أبونا يؤانس كل المباني مخالفة ما عدا الكنيسة. كل بص هدوا كل اللي حواليها ما عدا الكنيسة فضلت واقفة. أظن الصورة دي أبلغ دليل على صدق ما ذكره الأب يؤانس، إن الكنيسة بتتعامل معاملة خاصة جدا. أهو النبي لا، أخلي الصورة يا علي، خلي الصورة وأعرضها بس عشان الناس تقول لك إيه، أنتوا بتفتروا، أنتوا أنتوا قنوات الإخوان، أنتوا قنوات بتدعو الإسلام السياسي. يا عم اهدى بس وهدي أعضائك شوية، إسلام سياسي بتاع مين؟ اتفرج، ده إسلام سياسي ولا دي ديانة ما ولا على رأي واحد بيبعت يقول لي قال هو كل المخالفات جاية بس على ديانة محمد؟ يعني المخالفات، بص الصورة، هدوا كل اللي حوالين الكنيسة ما عدا الكنيسة نفسها. عرفتوا ليه الأنبا يوانس كان بيتكلم صح؟ لأن الراجل عنده حق، كل الدنيا تهدد، بص قدامه ووراه وخلفه وما عدا المساكن اللي هناك لحد مدد الشغل لحد الكنيسة لحد المساجد المساكن، لكن بص الكنيسة واقفة مفيش حد جه عندها، مفيش كلب قرب عندها. اللي بعده، لا بس قبل ما امشي اللي بعده، في واحدة ست بعتالي بتقول لي أستاذ محمد تحية طيبة، أملك منزل على ترعة المحمودية، الأرض ملك الدولة، بدفع مال ميري على المتر 16 جنيه في السنة، المنزل مقام من سنة 1984، أنا أرملة وعندي أربع أبناء، بيني وبين ترعة المحمودية 16 متر ونص، هيهدم البيت عشان يعمل طريق 25 متر، هيعمل بيه إيه وسط المدن الصغيرة؟ وفي طريق موازي للمحمودية وهو الطريق الزراعي، وفي طريق آخر من اسكندرية القاهرة الصحراوي، إحنا هنروح فين؟ وقيس على ده جميع البيوت على مساحة 70 كيلو متر على الجنبين، وأنا أرحم من الآخرين لأن في بيوت فيها 6 و7 أسر، ودي معلومة مؤكدة. أنا قريت المعلومة زي ما وصلتني بالظبط. مفيش رحمة، مفيش رحمة إلا للكنيسة. اللي عنده مشكلة حضرات يبني كنيسة، ابنه كنايس مسلم، ابني كنيسة وقعد فيها، حدش يقدر يجي عندها. جرب كده، انت مسلم ايوه وسني وكل حاجة ما تزعلش يعني، بس عايز تعمل حاجة كده ابني كنيسة وبتاع والجو ده في أرض مخالفة، عارف لو بنيتها في أوضة نوم السيسي مش هيجي عندها، تلاقش